هل تراهما؟ أجل، يجب أن نباغتهما، فهما هذه المرة لن يفلتا منا. هيا. هيا تراجع قليلا، ربما رأونا. أنا واثق بأن علي بن عثمان وداود يكمنان خلف تلك الصخرة هناك. فليكن ذلك، إنها مشكلة فضل بن سهل، يجب الابتعاد من هنا بسرعة. هيا تحرك يا ابن ربيع. لدي سؤال، هيا أجبني، أما زلت تنفر من ذكر فضل بن سهل؟ عليك أن تعلم إذن أنني إذا ما سمعت بنبأ موته سوف لن أحزن. لقد خطف مني أعز ما لدي. وما هو؟ القدرة، كانت كل حياتي. تحرك. من أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ لا شيء، نحن مسافران وقد جلسنا للاستراحة من عناء السفر. أنتما تكذبان، كنا نراقبكما من بعيد، كنتما تختبئان متربصين. هيا تكلما وإلا خلصنا عليكما حالا. أنت مخطئ أيها القائد، نحن نعلم جيدا عمن تبحثان، فعلي بن عثمان وداود يكمنان خلف الصخرة هناك. عن أي صخرة تعني؟ تلك الصخرة السوداء. الصخرة السوداء؟ نحن كنا خلف تلك الصخرة السوداء. إذن وقعنا جميعا في الخطأ. أريد الحقيقة، ماذا كنت تفعل هنا؟ نحن من المقربين إلى فضل بن سهل، كنا ننوي مساعدته في البحث عن الزنديقين الفارين. أنت كاذب كبير. بل هو صادق، فأنا أعرفهما. متأكدة؟ أجل، أخليا سبيلهما. العياذ بالله، كان يكفي أن يقتنع أبو الحسن بأقوالي ليريحنا جميعا من هذا القلق والاضطراب الذي نعيشه. والآن جاء دورك أنت لكي تثبت لنا جميعا وفاءك لولي عهد الخليفة وتحفظ حياته من كل خطر دائم ومفاجئ. والله إن أصابه أي مكروه فلن أحمل فقط علي بن عثمان وداود المسؤولية، بل أنتم الخمسة جميعا. لقد أنذرتك. وقانا الله من الشر. عمرو، أنت مسؤول عن سلامة أبي الحسن. أطلبي من الله. اذهب وأشرف على كل الأمور. اسمع، زودني بالأخبار لحظة بلحظة. ماذا هناك؟ هناك مشكلة ما، وآمل خلال ساعة أن تنقضي بخير وأمان يا مولاي. مشكلة؟ أي مشكلة؟ ما زال علي بن عثمان وداود في المدينة وهما مصممان على خطتهما. علي بن عثمان وداود؟ أهما من كانا يخططان لقتل أبي الحسن؟ ألم تقل إنهما غادرا المدينة؟ حصل خطأ غير متوقع، أبلغنا أنهما حتى الأمس لم يغادرا المدينة بعد. جواسيسك يجمعون الأخبار متأخرا، وهل يعلم أبو الحسن؟ أجل، ولم يصرف النظر؟ كلا.
إذن الصلاة ستقام في حينها، إلا إذا أصدر الخليفة المعظم قرارا بعدم إقامتها. كلا، لا وجود لفرمان جديد الآن، وقد علم أبو الحسن يستحسن أن تقام الصلاة حسب الموعد المحدد لها. كنت واثقا من ذلك. ومما؟ من أنك لا تهتم بالحفاظ على حياة أبي الحسن. وهل أنت تسأل؟ بهذا الخصوص أجل. إذن ها قد انضممت إلى ركب أتباع أبي الحسن. كلا، ولكن إن قتل هذا اليوم فمعنى هذا أنا من عليه أن يدفع ثمن مقتل الرجال الثلاثة. الثلاثة؟ الأمين وهرثمة واليوم علي بن موسى الرضا. ألم ندافع عنك في جميع الأحوال؟ هذا صحيح يا مولاي. إذن كن مطمئنا أنك ستحظى بدعمنا هذه المرة. من هذه الناحية أنا مطمئن، ولكنني أخشى كثيرا من العواقب. عواقب كل عمل مقلقة دائما، حتى عواقب بقاء أبي الحسن حيا. الشكر على ما أولانا. الله أكبر.
ماذا حصل؟ لا شيء. انظرا، من هم أولئك؟ يبدو أنهم قدموا ليلتحقوا بالإمام. انظروا إلى الجهة الأخرى. حشود غفيرة تتدفق من كل جانب. ماذا هناك؟ إنهما هناك وسط تلك الجماعة. ماذا؟ لا شك أن علي بن عثمان وداود يختفيان وسط تلك الجماعة هناك. انتبه جيدا، يقول إبراهيم ربما كان وسط تلك الجماعة. أي جماعة تلك؟ تلك القادمة من الجهة الأخرى لكي تلتحق بالإمام أبي الحسن. هذه الجماعة أقرب إليك. Thank you.
ما وراءك؟ ثمة مسألة. ارفع صوتك، هل قتلوا أبا الحسن؟ كلا، مسألة أخرى. لقد بات التجمع كبيرا جدا، ولم نرى أو نسمع بمثل هذه الحشود من قبل. لقد رأينا الحشود التي تجمعت حتى الآن. كلا يا مولاي، لم ترها، يتوافدون من كل جانب، ليسوا فقط أهالي مدينة مارو، إنهم أهالي الضواحي المحيطة. إن أعدادهم كبيرة جدا، وإن هجموا على المدينة لا يمكن لأحد أن يوقفهم. أكثر من الذين تجمعوا في المدينة؟ بعشرات الأضعاف. عشرات الأضعاف؟ أجل يا مولاي، ارتأيت أن أنقل لك صورة الوضع، وها أنا قد نقلتها. فاضل، ما العمل الآن؟ ماذا لو رافقت هذه الحشود أبا الحسن إلى مارو؟ يجدر بنا أن نعيده الآن يا مولاي. أن نعيده؟ وبأي حجة؟ بحجة أن حياته أصبحت في خطر، وطبعا هذا ليس كذبا، فحياته بحق في خطر. ما كان يجب أن نستقدم أبا الحسن إلى مارو؟ ولكن نساء بين هذه الجماعة. قتلته، قتلت علي بن عثمان بنفسي. قتلته؟ أجل، وأين كان؟ كان يخفي نفسه وسط تلك الجماعة. وداود، إبراهيم، ابحث أنت عن داود وسأنتظر هنا. ماذا حصل؟ لا شيء، لا شيء بعد. ربما كان وسط الجماعة القادمة من الأمام. وهل علم عمرو؟ أجل، لقد علم. ماذا فعلت؟ قتلت علي بن عثمان. قتلته؟ أما داود فما زال حيا. Allah
أكبر، الله أكبر. إلهي، من هم هؤلاء؟ أين كان هؤلاء؟ انهار من التعب، لا شيء مهم، تابعوا السير. يا ابن رسول الله، بالرغم من أن حماسة هذه الحشود تبين إيمانها بك وإخلاصها لآل بيت رسول الله،
لكنها في الوقت عينه تثير قلق البالغ وخوفي على حياتك. إذن اسمح لي بأن أتولى بنفسي هذه المسؤولية. أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. عاد علي بن موسى والأحمقان لم يفعلا شيئا مما خططا له. لقد فضح المأمون نفسه بنفسه، أرسله إلى الصلاة في العراء، وخوفا من هذه الحشود الغفيرة اضطر إلى إرجاعه سريعا. لا يستطيع أحد فعل أي شيء، فقدر أبي الحسن هو الحاكم الآن. ماذا يفعل أبو الحسن في هذه الأيام؟ لا شيء، فمكان إقامته تحت الرقابة الدائمة، وبحجة الحفاظ على حياته قلص هشام زيارات الناس إليه ومقابلتهم له. وما النفع؟ فهو يفعل ما يريد فعله بصمته أو بحديثه أحيانا. ألم يسعى إلى التدخل في سير الأمور أو تنصيب أحد ما؟ كلا، فهو يتجنب كليا مثل هذه الأمور، حتى إنه لم يرد بأي كلمة على استشاراتي. لن يلوث نفسه بنا، رده الإيجابي الوحيد كان صلاة عيد الفطر، ورأينا ما رافق ذلك مما أصابنا أنا وأنت بالخذلان. الكيس بخمسة دراهم. بخمسة دراهم؟ ما هذا الكلام يا رجل؟ وهل تبيع ذهبا؟ عليك بتناول ذهبك إن استطعت. مهلا، ثلاثة دراهم. لست مشتريا. كان عندي كيس من القمح ولا أحد يعرف غيره. أنت يا فضل، ما الخطب؟ مولاي، أقبل رسول من جانب حاكم فارس حاملا رسالة لك. حاكم فارس؟ وهل أصابه القحط هو أيضا؟ كلا، إنها مسألة أخرى. أي مسألة هذه؟ عجزت عن حلها وجئت إلي لكي أحلها. كان علي أخذ التكليف منك. ولماذا جئت تطلب التكليف مني؟ صلي ركعتين واطلب التكليف من الله.
واسأله ماذا نفعل وكيف نحل مشاكل الحكم والناس. فهو الذي أنزل القحط على الناس وجعلهم عاجزين عن سد رمقهم وجعلهم وقحين متمردين، وأنزل بنا مصيبة أشد من القحط والجفاف، وهي مصيبة إدارة شؤونهم وأمورهم أيضا. حسنا يا فضل، أخبرني الآن ماذا حصل. كتب حاكم فارس رسالة تقول إن أحمد بن موسى اقترب من فارس على رأس مجموعة كبيرة، وهو ينوي الزحف مع هذه المجموعة إلى مدينة مرو. ومن هو أحمد بن موسى هذا؟ إنه أحد إخوة أبي الحسن. وهل حشد جيشا ضدنا؟ كلا يا مولاي، إنهم من المدينة والبصرة ومن قبائل كل المناطق المجاورة، وهم ينون زيارة أبي الحسن. ألا يكفينا زوارا؟ باتت مدينة مرو أشبه بالكعبة، والفرق الوحيد بينهما أن زوار بيت الله يأتون ويذهبون، أما زوار مرو فيأتون ويبقون. أرسل إليهم أن ثمة قحطا هنا فلا يأتون، أخبرهم أن أهلنا هنا لا يملكون ما يسد رمقهم. ولكن عذرا يا مولاي، إن لم يقتنعوا ماذا نفعل؟ تطرح أسئلة غريبة يا فاضل. إن لم يقتنعوا فهم عصاة إذن، وكيف يعامل العصاة؟ إن سبب وساوسي هو أنني لا أريد أن أقرر بشأن المسائل التي تتعلق بأبي الحسن شخصيا. أبو الحسن، أبو الحسن. ماذا دهاكم؟ كفى، قلنا لكم من يخرج من هنا لن يستطيع العودة ثانية. ارحلوا. افتح الباب. نريد أن ندخل. مرحبا. بيتك ترين ما يحصل. فالمدينة مضطربة والناس أصابهم الهلع. البعض تجمع خلف بوابة المدينة وهو يصرخ. يا له من هرج ومرش. أعرف ذلك. ما العمل برأيك؟ الله قادر على اللطف بعباده. تعالي واجلسي. لا أستطيع، يجب أن أعود. خذي. ما هذا؟ شيء بسيط، كوني مطمئنة فقط. لن أسمح للجوع بأن يطرق باب دارك. لا، أنا لا أستطيع القبول. ولماذا؟ ذلك لأننا لسنا محتاجين، ثم إننا نستطيع تحمل الجوع لأيام. ولكنك لست مضطرة. من وجهة نظر إمامنا نستطيع. ابتعدوا. قسما إنه لم يبق عندي كيس قمح واحد في الحانوت. صدقوني أرجوكم، لقد نفد القمح من عندي. فضل، ما المشاكل التي نعاني منها؟ أنت أدرى بها يا مولاي. القحط وأبو الحسن. إنني أفكر الآن فيما إذا كان بمقدورنا أن نحل إحداها بمساعدة الأخرى. المشكلة الأولى هي القحط، حيث حرم الله الناس من بركته وقطع عنهم نعمة المطر وابتلاهم بالفقر والفاقة والجوع. والمشكلة الثانية أبو الحسن، فوجوده وحديثه وصمته وقرابته من رسول الله وقداسته وإمامته وكل ذلك بات يربكنا جميعا، وراح مع أتباعه يضعنا في موقف حرج. معك حق أيها الخليفة. وأنا الآن أتساءل،
من يمكنه أن يحل المشكلة الأولى. طبعا من وجهة نظر الجماعة لا أنا ولا أنت ولا يتوقعون منا ذلك. إنه عمل من هو أقرب إلى الله من الجميع. ومن هو الأقرب إليه من الجميع؟ من هو قداسته من الله؟ من هو خليفة رسول الله؟ من هو الذي يمد إليه أتباعه على الدوام يد التقرب إلى الله وليس نحن؟ هذا صحيح يا مولاي، أفهم ما تريد أن تقوله لي، ولكن لا أظنه على استعداد لتلبية رغباتك وفي حل أي مشكلة. نحن لا نطلب شيئا، الناس يطلبون، الوجهاء يلتمسون شفاعته. لن يقبل بذلك. لا يستطيع أن يرفض. ما هو جوابه للناس؟ الإمام لن يتأخر عن الدعاء بالخير لأمته المنكوبة بالقحط والفقر. إن وافق وابتهل بالدعاء إلى الله وهطل المطر. يهطل المطر؟ وهل يمكن ذلك؟ أتظن أن السماء ستبتسم له يوم يرفع يديه بالدعاء إلى الله وتفتح أبواب الرحمة على الأرض؟ كلا يا مولاي. هل سألت المنجمين؟ أجل، ماذا يقولون؟ لن تمطر السماء عما قريب. أخبر وجهاء وأعيان المدينة